بعد أيام من الحفر وجهود متواصلة، فرق الإنقاذ تتمكن من الوصول إلى الطفل ريان الذي سقط في بئر بشفشاون، وطاقم طبي يتدخل لإسعافه. دولياً، الرئيس الروسي ونظيره الصيني يعلنان عن شراكة بلا حدود ودعم متبادل في مواجهة التوتر المتصاعد مع الغرب. وفي الرياضة، فريق سريع واتزم ينهزم أمام فريق حسنية أكادير برسم منافسات الدورة 16 من البطولة الوطنية الاحترافية بعدما سجل حارس سريع واتزم في مرماه. نشرة أخبارية جديدة من كاب 24 مشاهدينا، أهلا بكم. وأخيرا، بعد أيام من العناء والمكابدة من أجل إنقاذه، تمكنت فرق الإنقاذ اليوم السبت من الوصول إلى الطفل ريان الذي سقط في بئر بإقليم شفشاون الثلاثاء الماضي. وقد توقفت أشغال الحفر تماما لتفسح المجال لطبيب الإنعاش وطاقم طبي مرافق له لدخول الحفرة حيث يتواجد. ولتسريع عملية الإنقاذ، تم وضع سيارة إسعاف مزودة بالأكسجين مركونة بمحاداة الحفرة ومنع أي شخص من الاقتراب. كما تمت تعبئة مروحية طبية تابعة للدرك الملكي من أجل نقل الطفل ريان إلى المستشفى العسكري بالرباط. والأمال معقودة بعد القدرة الإلهية على قدرة الطاقم الطبي على إنقاذ الطفل ريان، نتمنى أن يتمكنوا من إسعافه. بالمغرب، دائما عقد مدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة عادل فقير أمس الجمعة بدبلن لقاء مع كبار مسؤولي شركة ريانير للطيران. بلغ للمكتب الوطني المغربي للسياحة فدانه بعد زيارته لكل من باريس ولندن، حتى فريق عمل المكتب الوطني المغربي للسياحة الرحالة بالعاصمة الإيرلندية دبلن معقل شركة ريانير بهدف اللقاء بكبار مسؤولي هذه الشركة على رأسهم المدير التجاري لريانير. وبالنسبة للمكتب الوطني المغربي للسياحة، يتعلق الأمر بوسيلة نقل بالغة الأهمية لها، بعد استراتيجي مهم لكون ريانير تعتبر شريكا رئيسيا لوجهة المغرب وتشكل أحد الفاعلين الرئيسيين على مستوى نشاط الطيران داخل المملكة المغربية. وفي هذا السياق يضيف البلاغ، قال عادل فقير: نتواجد هنا اليوم لإعادة تأكيد وتعزيز شراكتنا مع ريانير أول شركة طيران بأوروبا، معربا عن أملي في أن يكون لإعادة الانطلاقة الوشيكة لبرمجة رحلات الشركة من وإلى مختلف الوجهات المغربية أثر قوي ومثمر على مجموع المنظومة السياحية الوطنية. دوليا، وبعد إقراره من قبل البرلمان وصدوره في الجريدة الرسمية، بدأت النمسا اليوم السبت بتطبيق قانون إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا في إجراء غير مسبوق داخل الاتحاد الأوروبي. وأشار مكتب رئيس النمساوي في بيان إلى أن ألكسندر فاندر بيلن أصدر ظهر اليوم القانون الفيدرالي بشأن إلزامية التطعيم ضد كوفيد-19. وكان البرلمان النمساوي قد أقر النص في 20 يناير بأغلبية واسعة، واقتصر التصويت ضده على اليمين المتطرف. ووفقا للقانون الجديد، فإن إلزامية التطعيم ستطبق على جميع السكان الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما في البلد البالغ عدد سكانه أزيد من 8 ملايين نسمة، باستثناء النساء الحوامل ومن أصيبوا بالفيروس قبل أقل من 180 يوما ومن يمكن عفائهم لأسباب طبية. في الملف الدولي، دائما أعلنت الصين وروسيا في نفس يوم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين أمس الجمعة شراكة بلا حدود لتدعم كل منهما الأخرى في مواجهات بشأن أوكرانيا وتايوان، مع تعهد بزيادة التعاون في مواجهة الغرب. هذا الإعلان أتى بعد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شين جين بينغ في بكين، اللذين طالبا بحقبة جديدة في العلاقات الدولية ووضع حد للهيمنة الأمريكية. واستنكر البلدان اللذان تشهد علاقاتهما مع واشنطن توترا متصاعدا دور التحالفين العسكريين الغربيين اللذين تقودهما الولايات المتحدة، الحلف الأطلسي وحلف أوكوس الذي أنشئ بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا عام 2021، باعتبارهما يقوضان الاستقرار والسلام العادل في العالم.
فلفت البيان المشترك إلى أن موسكو وبكين تعارضان أي توسيع للحلف الأطلسي مستقبلا، فقد دعمت بكين مطالب روسيا بضرورة عدم ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي مع حشد الكريملين 100,000 جندي بالقرب من جارتها. من جانبها أبدت روسيا دعمها لموقف الصين بأن تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي جزء لا يتجزأ من الصين ومعارضة أي شكل من أشكال استغلال الجزيرة. في الرياضة، انهزم فريق سريع واتزم أمام فريق حسنية أكادير بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على أرضية ملعب الفوسفات بخريبكا برسم منافسة الدورة 16 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم. وانهى فريق حسنية أكادير الشوط الأول متفوقا بهدف للا شيء قبل أن يحسم المباراة في الشوط الثاني بهدفين دون رد. وسجل هدف فريق حسنية أكادير الأول مالك سيسي في الدقيقة 21، بينما سجل الهدف الثاني حارس واتزم مهدي ويا في الدقيقة 80 بطريقة غريبة عن طريق الخطأ في مرماه. وحل فريق حسنية أكادير عقب هذه النتيجة في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، فيما ظل فريق سريع واتزم في المركز الأخير برصيد 10 نقاط. وفي الدورة المقبلة يستقبل فريق حسنية أكادير بميدانه فريق الدفاع الحسنية الجديد، فيما يواجه فريق سريع واتزم مضيفه فريق الوداد الرياضي. شاهدينا نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن اهتمامكم ومتابعتكم. دائما لمزيد من أخبارنا وأخبار العالم زوروا موقعنا الإلكتروني كاب 24. تحية لكم، نهاية أسبوع موفق إليكم.